لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الشامل في فقه الخطيب والخطبة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف حفظه الله تعالى، قال: التماس الخطيب رضا الغير. التماس الخطيب رضا الغير، يعني من بين التنبيهات التي ينبه إليها والمحاذير التي يحذر يعني منها الخطباء، هذا المعنى، وهو أن يلتمس الخطيب رضا الناس. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إن الخطيب يعني بمعنى بسيط جدا طالع يخطب، وخطبته كلها مشغول بالناس، والناس دول ألوان وأشكال. يعني هناك خطيب مشغول بالسلطان، مثلا الحاكم يقوم يخرج على يقف على المنبر لأجل أن يرضي هذا السلطان مثلا. هناك خطيب مشغول بالجمهور، عنده جمهور فعايز يرضي الجماهير. فممكن يرضي الجماهير إزاي؟ خطبة ثورية، خطبة كذا، وربما لا يراعي فيها الإيش؟ المصالح والمفاسد، بحيث أنه هو عايز ينزل من على المنبر، بعد ما يخلص يقوموا الناس الجماهير بتاعته يقوموا يقولوا له الله ينور كله تمام ونحو ذلك، وهو ربما أفسد من جهة أخرى. هذا الفساد بسبب ماذا؟ أنه مشغول بماذا؟ بإرضاء الناس. نسأل الله العفو والعافية. قال: ينبغي للخطيب أن ينتبه لناحية مهمة تعد مدخلا واسعا من مداخل الشيطان، لا سيما إذا كان الخطيب ممن يتجمهر حوله الناس ويكثر محبوه. وهذا الأمر المهم هو طلب رضاء الناس أو التماسه، إنه يلتمس رضا الناس أو يطلب رضا الناس، أو موافقة النفس في التطلع إليه أو الميل له. فالخطيب المشهور تعتريه غالبا حالتان. الأولى يعني إما أن يرضي جمهوره بخطبة فيها نوع من القوة في النقد والإثارة، حتى ولو كان حقا لكن دون روية أو تسيس أو نظر في المقاصد والغايات أو في حسن التوقيت أو في الراجح من المصالح والمفاسد أو في المندوحة عن الزج بالنفس في مثل هذا. إنه هو يظنها شجاعة مثلا، إنه هو يتكلم بكلام يفسد به أكثر مما يصلح، أو يظنها جرأة، إن هو يتكلم في موضوعات ربما تجر المفاسد على نفسه وعلى الدعوة وعلى كذا، في غير حساب دقيق للمصالح والمفاسد ونحو ذلك. قال: أو أن يرضي، ده الطرف الثاني بقى، أو أن يرضي طرفا آخر غير الجمهور ممن هو مخالف لهم، أو ليست له حظوة عندهم، أو بينه وبينهم من النفرة ما يدعوه إلى قول مثل ذلك. عايز يرضي ناس تانيين، عايز يجامل ناس تانيين. نسأل الله العفو والعافية. وكلا الأمرين خطأ فادح، حيث لا يخرجان عن التماس رضا الناس قبل رضا الله عز وجل. ولا أدل على خطأ ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وعند الترمذي أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى عائشة رضي الله عنها: أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليك. حاجة عظيمة جدا. معاوية ذا كان أمير، فهي توصي بهذا، لأنه الأمراء هم اللي لهم الكلمة، والخطبة من الكلمة التي لك بها
على الناس أنت سطوة وحظوة. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: كلام حول مثل هذه المسألة فيما يتعلق بإرضاء المخلوقين أيا كانوا، من خلال حديث عائشة السابق. وذكر في الحقيقة هو كلام لابن القيم طويل يحذر فيه يعني الخطيب والداعي والواعظ من أن يكون وعظه ودعوته أن تكون يعني يكون وعظه ودعوته من أجل رضا الناس، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك نقل كلام لشيخ الإسلام في حول هذا المعنى. أنا في الحقيقة هختصر للطول، ويعني هقف على يعني بعض المعاني أيضا حول نفس المعنى. قال: قلت هذا إذا أرضى الناس بأمر خاطئ، بيتكلم يعني عن مسألة إرضاء الناس. قال: قلت هذا إذا أرضى الناس بأمر خاطئ، أما إذا أرضى أحد الطرفين بأمر صواب وكان من أمور العبادة وهو يقصد إرضاءهم بذلك ويكون هذا الإرضاء هو المنشأ لهذا الأمر، هو المنشئ لهذا الأمر، فيخشى أن يكون من باب الرياء هو الشرك الخفي الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. إنه بيقول هذا إذا أرضى الناس بأمر خاطئ، يكون في هذه الحال صراحة يرضي الناس في سخط الله عز وجل. ثم قال: أما إذا أرضى أحد الطرفين بأمر صواب، يعني أرضى جمهوره، أرضى السلاطين مثلا بأمر صواب، أمر شرعي، لكن هو استخدمه لأجل إرضاء هؤلاء. يعني على سبيل المثال مثلا إن هو يجيب أحاديث معينة أو أدلة معينة تخدم على أمر باطل لصالح مثلا السلاطين أو الجمهور اللي هم يعني يرضيهم أو نحو ذلك ليثنوا عليه، أمر شرعي لكن استخدمه لأجل ذلك. يعني مثلا كأن يستعمل الدعاء مثلا، يظل يدعو، مشروع الدعاء للحكام، لكن هو يستخدم ذلك لأجل إرضاء هؤلاء مثلا، أو إن هو يرضي الجماهير بأشياء إن هي صواب لكنه لا يريد بها وجه الله عز وجل، إنما يريد بها إرضاء الجماهير، فهذا أيضا يدخل في النهي ويدخل في المحظور لأنه يعد من الرياء، نسأل الله العفو والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أتخوف على أمتي الإشراك بالله، أما إني لست أقول يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا ولكن أعمالا لغير الله وشهوة خفية. وعند البغوي في تفسيره بسنده عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول الله لهم يوم القيامة يوم يجازي العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وإحنا كلنا عندنا في نفوسنا يعني صور كثيرة جدا على هذا المعنى، اللي هو الخطيب الذي يخطب إرضاء للناس، نسأل الله العافية، ويكون همه كله في الخطبة أنه هو يرضي الناس حتى ولو بكلام شرعي صحيح، ان هو ينمق الخطبة وكذا وكذا، هو مشغول بان الناس يعني يلتمس رضاهم بغض النظر ان هو دي دعوة الى الله، ان هو يريد نشر الدين نحو ذا، هو مشغول برضا الناس، نسأل الله العفو والعافية. فهذا من الخطر الشديد بمكان. نعم. يقول: وبهذا يتضح أثر هذا المسلك، وأنه مظنة الزلل للخطيب والمفضي إلى الوقوع في مغبة الإثم، إذ على الخطيب أن يقول الحق لوجه الله لا ينظر فيه إلى رغبة جمهور ولا إلى رغبة سلطان ولا إلى غيره، كما قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. يقول: ولقد أحسن ابن رجب حين قال: فمن تحقق أن كل مخلوق، سبحان الله، شوفوا العبارة الجميلة دي، قال: ولقد أحسن ابن رجب حين قال: فمن تحقق أن تحقق يعني أيقن، فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضي التراب
بسخط أو بسخط الملك الوهاب إن هذا لشيء عجاب. نعم. على فكرة من الحاجات الصور اللي هي موضوع إن هو إرضاء الناس ونحو ذلك، حكاية الخطباء اللي هو يقعد يجيب حاجات رنانة وكده عشان الناس يعملوا إيه الله ونحو ذلك، أو الناس يبقوا معجبين جدا. ولذلك التكلف، أحيانا البعض يتكلف العبارات الغريبة، يتكلف الأشعار الكثيرة لأجل أن يخرج الناس يقولون عنه إيش، ده حافظ حفظ شديد جدا، قوي جدا في الحفظ، ده قوي جدا في اللغة، ده قوي جدا في الشعر، ده كذا، هو يريد من ذلك هذا. نسأل الله العفو والعافية. يقول: ولقد أورد الزبيدي شارح الإحياء كلاما مفيدا حول التماس سخط الله برضا الناس، فذكر قصتين واقعتين قائلا، وقد اتفق قصتين يعني في مسألة أن الخطباء يرضوا الناس دي. يقول: وقد اتفق أن الملك الظاهر بيبرس رحمه الله تعالى لما وصل الشام وحضر لصلاة الجمعة أبدع الخطيب بألفاظ حسنة يشير بها إلى مدح السلطان وأطنب فيها، فلما فرغ من صلاته أنكر عليه وقال مع كونه تركيا: ما لهذا الخطيب يقول في خطبته السلطان السلطان، ليس شرط الخطبة هكذا، وأمر به أن يضرب بالمقارع، فتشفع له الحاضرون. هذا مع كمال علم الخطيب وصلاحه وورعه، فما خلص إلا بعد الجهد الشديد. يعني كان الظاهر بيبرس كان يريد يعاقبه لأنه رأى فيه نوع من المجاملة وإرضاء الناس بهذا الكلام الذي كان يعني يقوله، والثناء على السلطان، السلطان السلطان، يعني كل كلامه كله عن السلطان ومواهب السلطان وفضائل السلطان ونحو ذلك. واتفق مثل هذا لبعض أمراء مصر في زماننا، ده الكلام، ده الكلام للزبيدي، لما صلى الجمعة في أحد جوامع مصر وكان مغرورا بدولته مستبدا برأيه، وربما نازعته نفسه في خلافة على مولانا السلطان نصره الله تعالى، يعني عنده تطلع يعني لذلك، فأطنب الخطيب في مدحه بعد أن ذكر اسمه بعد اسم السلطان. الخطيب ذكره يثني عليه بس ذكره بعد اسم الإيش، السلطان يعني. فلما فرغ من صلاته أمر بضرب ذلك الخطيب وإهانته ونفيه عن مصر إلى بعض القرى. فهذا وأمثال ذلك ينفي للخطباء أن يلتمسوا سخط الله تعالى برضا الناس، والعياذ بالله. ده أمير عايز الخطيب يلتمس رضاه بسخط الله تعالى. قال: فإن ذلك موجب لسخط الله تعالى والمقت الأبدي، نسأل الله العفو منه، آمين. وذكر الشيخ أيضا بعض كلام للشيخ محمد رشيد رضا والشيخ علي الطنطاوي وأيضا بعض النقولات الأخرى، أنا هختصرها أيضا لرعاية للوقت، وأنتقل إلى قوله: قلت، يعني قول الشيخ سعود الشرين، قال: قلت: ففي هذا دليل واضح على ما ذكرته، وهو أن المرء لا ينبغي أن يقوده شيء إلى أمر من الأمور إلا الدليل الشرعي الذي يكون اتباعه إرضاء لله عز وجل بقطع النظر عن كونه يوافق المخالف أو لا يوافقه. يعني احنا، انت كخطيب مش مأمور بإرضاء الناس، انت مأمور بإرضاء الله تعالى، وحتى ولو خالفت الناس انت مأمور باتباع الدليل الشرعي ولو خالف الناس. نعم. قال: لأن من التمس رضا الناس مطلقا فلن يقول الحق إطلاقا، والحق مثل الأيام، يوم لك ويوم عليك، فالحق لا يتنصف، ورضا الناس غاية لا تدرك. ولقد أحسن من قال: إذا رضيت عني، إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا علي لآمها، إذا رضيت علي عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا علي لآمها. يعني مش ممكن الناس كلهم هايش هيرضوا عنك، مش ممكن كل الناس هيرضوا عنك، ولا بد أن هناك من يسخط عليك ويكرهك ويعاديك ونحو ذلك. ولذلك رضا الناس عموما غاية لا تدرك.
يقول: قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى مقالا عن الشيخ أبي إسحاق الهروي صاحب منازل السائرين والملقب بشيخ الإسلام، وكان خلاف الحق. يعني ابن القيم بينقل عنه مسألة هو خالف فيها الحق، وده كثير حصل في كلام ابن القيم في كتاب منازل مدارك السالكين. قال: وكان خلاف الحق، فقال ابن القيم: وشيخ الإسلام حبيب إلينا، والحق أحب إلينا منه. يعني مع حبه لشيخه الشيخ الهروي، وإن كان الهروي رحمة الله عليه طبعا يعني عنده تصوف، فيقول: شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. وهذا يعني إشارة إلى أن رضا الله مقدم على محبة الناس وإرضاء الناس ونحو ذلك. فانظر كيف حرص ابن القيم على اتباع الحق وعدم الالتفات إلا إلى رضا الله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة مهمة جدا أيضا، وهي الحذر من أن يلتمس الخطيب بخطبته وبكلامه رضا الناس في سخط الله سبحانه وتعالى. فينبغي على الخطيب أن يكون همه وشغله هو إرضاء الله سبحانه وتعالى، حتى وإن كان الناس ربما يخالفونه ولا يرضون كلامه، فوجهته إلى الله تعالى وطريقه الدليل الشرعي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقولون ويفعلون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.